سلام الأحرار على فخامة الشعب الجزائري العظيم. أزول ولا نزول، وبعد أن استوقفني واحد المشهد تاع واحد البوست اللي تشوفوه كما هكا، واللي يقول فيه: هذا الإنسان كنز الإنسان، إيمانه ومواقفه وعزة نفسه وكرامته وشرفه، ما دون ذلك يفقده صفة الآدمية والإنسانية. إنه الوحيد والأوحد، الحفيظ الراجي، الوحيد الذي يقف دائما على نفس المواقف وعلى نفس المبادئ، إذا حارب على شيء لا يتحول عنه. نعطيكم مثال. مثلا يقول الشاعر حفيظ الراجي: يبدو أن العقد الذي ربط جمال بالماضي بالاتحاد الجزائري لم يكن معنويا، مع الشعب مثل ما قيل لنا، بل هو عقد مادي بحت، حيث يطالب المدرب الآن بكل مستحقاته إلى غاية 2026 مقابل رحيله، وهي مستحقات مقدرة بأكثر من 7 ملايين يورو، في حين اقترح رئيس الاتحاد الجزائري تعويضات لا تتجاوز 3 أشهر بقيمة 624 ألف يورو. وللعلم، فإن جمال بالماضي حصل منذ سنة 2018 على أكثر من 12 مليون يورو كرواتب ومكافآت، دون أن يتضمن عقده أهدافا محددة، خلافا لما تعودنا عليه في عقود كل مدرب العالم. الاتحاد الجزائري لم يقل مدربه جمال بالماضي، بل هو الذي أعلن رحيله أمام اللاعبين في غرف حفظ الملابس بعد مباراة موريتانيا، وتم تسريب الخبر إلى وسائل إعلام فرنسية قبل أن يتفق معه وليد صادي على فسخ العقد بالتراضي فور العودة إلى الجزائر، وهو الأمر الذي تم بسلاسة مع كل أفراد الطاقم، لكن بالماضي رفض وأصر على كل مستحقاته. ترى هل ستتغلب الحكمة ويدرك بالماضي أن رحيله بالتراضي أفضل له معنويا وأخلاقيا؟ أكدوا لي على كلمة الأخلاق عند رائد الأخلاق في الجزائر الجديدة وفي الجزائر القديمة. أهم يتم اللجوء إلى الفيفا للفصل في هذا الأمر، علما أن بالماضي لم يعد بإمكانه الاستمرار مع الخضر بعد إخفاقاته المتكررة، بينما الاتحاد الجزائري لم يقله من منصبه حتى يدفع له كل مستحقاته. وللحديث بقية. الكثير من الناس قالوا لي نشوف فيهم شبيهم الهجمات على بالماضي وكذا. أولا افتحوا أقواس. بالماضي مدرب كما قالها بن شيخة، عبد الحق بن شيخة ربي يحفظه، مدرب الجزائر القدير، قال لك أنا مدرب كي نضربها في لابار وتدخل يزوني فوق الريصان، كي تدخل عليا ونخسر يسبوني وينحيوني من مكاني. قال هذا هو الواقع نتاع المدرب، وهذا هو واقع كل المدربين مهما كان اسمهم. لكن لماذا هذا التأكيد على الجانب المادي؟ أليس أنت يا حفيظ الدراجي من قلت لنا أن مرة من المرات أنه 50 مليون دولار الناس داوها رشوة 50 مليون دولار في الجزائر؟ إذن إذا كانوا في الجزائر الفوق وانت تعرفهم، وقلت لنا في يوم من الأيام أنه كنت تتكلم تزعزع جبال لونشاريس، وفينا ما قلت لنا والو لأنك كنت تهدد فقط لأنه طون جنرال كان في السجن. هذه واحدة. ثانيا بالماضي طلب حقه، هذا حق، لأنكم بكل بساطة أنتم ما خليتوش حقوقكم، لا أنت ولا جماعة المهرجين أنت الإعلام، وخاصة على رأسهم قناة الهداف. للتذكير فقط، قناة الهداف مثلا في عام 2015-2016 كانت تسالها الضرائب الجزائرية 8 ملايير سنتيم، 8 ملايير سنتيم لم تدفع منها الهداف ولا فلس. أوكي؟ وكان في ذلك الوقت في العهد البوتفليقي يدعم ماجر مع معارفه السعيد وغيرهم لكي يخليهم يخدموا. في نفس التوقيت المدير العام انتع هذا الجريدة، انتع هذا القناة والجريدة التافهة، واللي لما كياسات الحمامات هما اللي يتكلموا على من يعملون في الميدان واللي عندهم كفاءة واللي راحوا درسوا، بمبلغ 500 ألف يورو اشتروا أو صنعوا جائزة خاصة لأحسن مدرب في العالم في ذلك الوقت اللي هو ديدي دوشون، وداوها له حتى لفرنسا، واللي تشوفوا فيها الآن
واللي مخدومة بالذهب، ويفتخر هذا المدير العام هذا يفتخر بذلك في ذلك الوقت. نفس القناة جابت مالديني بما قيمته 17 مليار. 17 مليار تعرفوا منين دفعوها ولا لا تعرفون؟ عندما كانوا يقدسون في ماجر باش يحطوه مدرب للمنتخب الوطني، ماجر كان يأكل في الملايير من لاناب في ذلك الوقت، وضعت فضيحة، فضيحة اللي كنا خرجناها وكنا نتكلموا عليها في وقتها. في ذلك الوقت كانوا يقولوا لنا خليوا الناس تخدم ماجر ومركب الطانوني، ماجر هو اللي كان يدفع ويمول في هذه القناة الحقيرة. لكن للأسف الحفيظ الدراجي ترك هو وجماعته التي يسيرها من صحفيين ومن إعلاميين ومن بعض الذباب نتاعو واللي يخدموا عنده واليوتيوبر وا وا وا، بدل أن يدخل علينا في هجمة مثلا ضد من يرتشون بـ50 مليون دولار ويقول لنا الأخبار اللي عنده اللي يمكن أنها تزعزع جبال الونشاريس، قاعد الآن يستفحل معه بالماضي. وقالها هو من قبل حفيظ الدراجي، قال هذا شعب حقار ومحقور، أعتقد أنه يصف نفسه بالذات. لكن بالنسبة لإنسان يتكلم بهذه الطريقة ويقول كنز الإنسان إيمانه ومواقفه وعزة نفسه وكرامته وشرفه، ما دون ذلك يفقده صفة الآدمية والإنسانية، ماذا كان يقول حفيظ الدراجي على جمال بالماضي مباشرة بعد الإخفاق في التأهل لكأس العالم 2022؟ يجب أن تكون بالماضي حتى تملك شجاعة مواصلة المهام على رأس المنتخب، ويجب أن تكون جزائري حتى تصر على استمراره بعد الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم. الإرادة المشتركة في رفع تحديات جديدة ستقود لا محالة للعودة إلى الواجهة رغم صعوبة المهمة، لكن المستحيل ليس جزائريا. أو من قاعد يعاير في بالماضي أنه يملك عقد أخلاقي، أين هي أخلاقه؟ كان يتهم الناس أنهم ليسوا جزائريين إذا عارضوا بالماضي ولم يتركوه يعمل. في الوقت الذي كنت أنت وجنرالك وجرذانه من تسبب في إقصاء الجزائر، وكنت أنت مع جنرالك وجرذانه من قاموا بالحملة ليثبتوا أن الجزائر لا تساوي شيء، حملة سنتأهل حتى كأس العالم. من يقول كنز الإنسان إيمانه ومواقفه وعزة نفسه وكرامته وشرفه، ما دون ذلك يفقده صفة الآدمية والإنسانية، أول شيء يجب أن تكون عنده ذاكرة جيدة. ففرق كبير بين أنك في 2019 كنت تتكلم هكذا وبعد شهور أصبحت تجتمع مع السيد الذي كنت تسب فيه. فرق كبير أنه في 2019 عندما كان القايد صالح حي وكان هو العدو الأول لطون جنرال، كنت تقول أنه تبون مزور جابوه العسكر، وبعد ذلك أصبحت تلاقيه في قطر. فرق كبير يا منافق، فرق كبير يا قطراجي، فرق كبير من كان يدعو الجزائريين للخروج إلى الشارع وعندما خرج من جنراله من السجن وحكموا الجزائر أصبحت الجزائر مهددة. فرق كبير أنه من ذهب إلى المغرب وهاجم حتى الصحراء الغربية في ذلك الوقت وقال أنا مع المغرب في تقرير مصيرها وتقرير مصير صحرائها، وبعد أن خرج جنراله أصبح يهاجم في المغرب. فرق كبير يا منافق، أنت ومن معك. الرسالة إلى الجزائريين: بالماضي شجرة غطات غابة، لكن الغابة قاعدة تحرق في نفس الوقت اللي يحاول فيه هو يطفي. نعم هو كفاءة، نعم هو الرجل المناسب، لكن عندما تعمل مع حثالات أمثال هؤلاء فأنت لا تستطيع أن تطفئ النار من الغابة كل الوقت، سيأتي الوقت اللي تتعب. نعم بالماضي إنسان يخطئ ويصيب، لكن بالماضي في 62 مباراة خسر في 5 مباريات من بينهم مباراة واحدة ودية. لكن الإقصاء ما هوش راجع فقط إلى بالماضي، راجع أيضا إلى إرادة ربانية تقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين، أن الله لا يقبل أنه
ناس تتعب وتغلب ويجي عساكر دمروا البلد، دمروه من الساس نتاعو، دمروه تدمير على كل المستويات، يجيوا ياخذوا الكاس ويبينوا رواحهم انهم هم اللي فازوا. ربي لا يصلح عمل المفسدين، وانتم مفسدين. اما جمال بالماضي، نصيحتي لك تخليش فلوسك. هل تعلم انه جماعه الهداف كانوا يروحوا يديوا تلفزيونات في جمع لجمع اموال للاعب كان في ليطا فينال نتاعو في الكونسير؟ لا يعطيك الدروس في الاخلاق من هو ليس متخلق. هل حفيظ دراجي كان يعمل في التلفزيون الجزائري غراتيس؟ وعندما اعطته الجزيره في وقتها ما اكثر من التلفزيون الجزائري، لماذا لم تخدم الجزائر يا حفيظ دراجي بكل قلبك وبدون فلوس وتترك قطر؟ لماذا لا تأتي أنت مثلا والإعلام الجزائري في الحضيض وتقول سأأتي ومعي عقد أخلاقي مع الشعب وسأطور الإعلام؟ العاهرة لا تعطي دروس في الشرف. لذلك كنز الإنسان إيمانه ومواقفه وعزة نفسه وكرامته وشرفه، لكن من يمسك بهذه المبادئ هو من يملك شرف، من يملك عزة نفس، من يملك كرامة، ومن يملك مواقف، ومن يملك إيمان. سلام الأحرار يا أنذاب.